كما يحق لمدرب فريق أن ينتقل إلى فريق ينتمي إلى قسم أعلى في نفس الموسم الرياضي. رجعنا؟ لا لا ما محيداتش بعدا. ها؟ ما تحيداتش. علاش؟ ما راه تحيدات. راه ما راه تبدلات من المدرب للمدير الرياضي. لا ولكن لا كان تحايل كان تحايل كان تحايل ولكن كاينين المدربين اللي نزلوا لتحت. لا أنا سنهضر لك دابا إلا بغينا نديروا واحد القانون راه خصنا نعرف. انا بعض المرات صرا بانه تحاول القانون غنمشي لي تحاول على القانون راه تيجي واحد وكان مدير رياضي وتخدم عليك كي بريمتنيبا وديك فرقه ما تجيبش مدرب هذيك هي تتحرم صاحبك من الخدمه هذيك هي تتنقص تحرم صاحبك من انا نقول لك مدير هذا يقول لي لا انا ماشي مدير هذا انا مدرب ما نوقعش معك كمدير رياضي قد نوقع معك كمدرب دابا نكمل هذا وخلي صاحبك يخدم خلي واحد يجي يخدم حتى ذاك اللي ما خدمش يخدم واحد لقيته وناس نشوفوا ناس يخدموا مدير رياضي هو ولي شاد الفرقه فبعض المرات فاش الجامعه شافت هادشي قالت اللهم رجع الامر العادي عاد كاين مدربين اخرين اللي تضروا باش تضروا لان لا بغيت تخرج قانون ديال مدرب واحد في العام خصك دير قانون اخر بانك ما عندكش الحق حتى كفريق تفك مع مدرب في الاول انت هذا المدرب درتي معاه مشروع ديالك فانا سنقول بان رجعنا للعادي ديالها هي العادي اللي الجامعه بغات تنظم هادشي ديال المدربين ولكن في الاخر ما قدراش علاش ما قدراش ان مدرب تيترين شو تيولي مدير رياضي شو تيقني شو تيولي مستشار شو تيولي هادي ما غاتقادش والمدربين في الاخر طلبوا بانهم وعندهم الصح بان كاين مدربين اللي تيخدموا كما تنقولوا حنايا بالكرامه ديالهم مدربين اللي كما تنقولوا عندهم ولكن هذا الاشكال هذا منير الا تذكرتي معايا شكون اللي كان طالب به طالبوا به المدربين ورا المدرب عاوتاني هما طالبوا به علاش لان في المغرب حنا ما مضمونش عندك تدريب ما مضمونش انك تبقى فرقه وحده لا دابا هما كانوا واحد الوقيته شافوا بلي ان هذوك المدربين اللي طلبوا على قبلهم المدربين باش يديروا ديال مدرب واحد هاد المدربين هذوك المدربين اللي وقفوا على المدربين مالهم هذوك ما بقاوش مدربين اش ولاو اش ولاو ولاو مدراء تقنيين